أحسن الله إليك. يقول أيضا قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. بعض المفسرين فسره بالنور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن، فهل في هذا التفسير صرف للمعنى من ظاهره إلى مجازه؟ وكيف لا هذا ما هو بصرف، هذا هو التفسير الصحيح. النور على قسمين، النور المضاف إلى الله على قسمين: نور هو صفة من صفاته كنور وجهه سبحانه وتعالى، ونور مخلوق من خلقه كنور الشمس والقمر والمصابيح والكهرباء، هذا نور مخلوق. ونور الإيمان مخلوق أيضا في قلب المؤمن من النور المخلوق المعنوي، نور معنوي. النور المخلوق على قسمين: نور معنوي ونور حسي. فالله جل وعلا نور وكلامه نور، وهذا ليس مخلوق. إذا أريد بالنور القرآن فهو غير مخلوق، صفة من صفات الله. فالنور الذي هو صفة من صفات الله غير مخلوق. أما النور الذي في السماوات وفي الأرض وفي الجنة وفي هذا نور مخلوق، والنور الذي في قلب المؤمن هذا مخلوق. ولذلك شبهه، قال: مثل نوره. لو كان المراد نور الله ما يشبه. نعم.